95% المشاكل اللي كاين في اللثه ياك لي زافت وداكشي كامل المشاكل ديال الفم راه ساهل هاد الوصفه والله اختي صوفيا. كتلبوني الناس اللي عاملين داك الفم المركب هذا كيعاني والامر ريوني. ساهل ساهله والله اختي صوفيا هاد الوصفه لقيتها في 1980. عطيك الخير دوك. وهاد الدقه بطله راه ما بقيتش نديرها كامله يلاه تندير منها شويه والناس تنعطيهم غير شويه وفعاله. الله يرحم لك الوالدين. اول حاجه قلنا الجعده او الجعيديه اللي هي نوع ديال الخزامه وراه ممتازه شربا واكلا. الور عندنا الجعده عندنا قشور الرمان. عندنا الرميمينة اللي هي النوارة الرمان. عندنا الريحان. عندنا الزعتر. عندنا بابونج. عندنا فليو مرد الدوش. عندنا لارموز بلون الشيح. السالمية ورا قلنا احسن دابا كاين في الفارماسي بان دو بوش اباز دو سوج اللي فعال هذا ياخذوا غير هذا نفس المقدار كل شيء الله يجعلكم واخا يكون شيء فايت شيء واحد 50 غرام هذه غير غنشلوا بها ما غناكلوها ما والو مثال بسيط شي في عندنا فيه 50 غرام وشي عندنا فيه 75 غرام ماشي بس ما كيلوحوا كل شيء في طنجره زيدوا عليه مثال بسيط جوج يترو ديال الماء تبخوا تيبقى يترو دونك يكون على شكل مركز منين تسالي ومنين تبخوا صفيوا هذا الشيء زيدوا فيه شويه ديال الملحه زيدوا واحد نص كاس ديال الخل ديال الخل اي نوع ديال الخل يا خل التفاح يا الخل عادي اللي بغاو يكون كيف ما بغى يكون شدوا حركوا داكشي مزيان شلوا به بين 8 و10 الخطرات في النهار 95% في النهار الاولاني تهنيتوا من المشكل تقدروا نحتفظوا به في الثلاجه ماشي مشكل معلوم تحتفظ في الثلاجه 3 ايام 4 ايام 5 ايام ماشي مشكل واخا بيت كاع هاد الناس اللي كيتبعوا خير خلق الله.